بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نتكلم على المسألة بتاعة ال longest sub array اللي احنا كنا قلنا فيها ان احنا معانا array اخره 1000 رقم، قيمه صفر وحيد، واحنا عايزين array sub array يعني مجموعة من الارقام ورا بعض مجموعها يكون في اطول sub array عدد الاصفار فيه سواء عدد وحيد. طيب احنا طبعا في حلين موجودين اللي هما الاتنين، يعني يا اما بيبدأ من بداية ويقعد يكسباند زي الحل التاني، يا اما ان هو بيبدأ من البداية للنهاية بيجرب كل بداية للنهاية ويعد. لكن لو بصيت هتلاحظ ان في حل تالت انا حاطه بيعمل وان لوب بس، فده ماجيك شوية. فايه الفكرة الجميلة اللي من ورا الكود دوت؟ الفكرة كالآتي. اول حاجة تعال نحول البروبلم دي ل بدل ما تبقى عدد الاصفار قد عدد الوحيد تبقى ان الاري سام يبقى زيرو. خلاص، ازاي ممكن نعمل دوت؟ لو انت بصيت لكل زيرو على انه ماينس 1، خلاص هتلاحظ ان البروبلم اتقلبت. بدل ما كنا بندور على حاجة مجموع الوحيد فيها والاصفار بقوا زي بعض، ليه مجموعة من السب اري اللي مجموعه بقى ايه؟ مجموعه بقى بصفر. خلاص، يعني كان معاك دلوقتي array صفر صفر واحد واحد، فدلوقتي انت قلبت صفر صفر دي ناقص واحد ناقص واحد واحد واحد، فلو جمعتهم بقى ايه؟ مجموعهم صفر. خلاص، طيب الفكرة اللي هنا هي قائمة على فكرة الديفرنس. فكرة الديفرنس يعني ايه؟ فكرة الديفرنس، تعال نبص على array زي دوت. دلوقتي لو انا جيت اقول لك ان احنا معانا مثلا ولنفرض صفر 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 واحد واحد واحد، مثلا كمان نقول صفر واحد، خلاص احنا قلنا ده هيتقلب لمين؟ هيتقلب لماينس واحد ماينس واحد ماينس واحد 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 ماينس واحد واحد. دلوقتي تعالى نجمع الاري ده معانا لحد دلوقتي. يعني دلوقتي هنا معانا كام؟ ماينس واحد. هنا معانا كام؟ ماينس اتنين. هنا معانا كام؟ ماينس تلاتة. طيب وبعد كده ضيف هنا واحد بقت ماينس اتنين، ضيف واحد ماينس واحد، ضيف واحد هتبقى صفر. خلاص، طيب تعالى نفترض مرة تانية ان احنا معانا كمان ماينس واحد وكمان ماينس واحد بس، فهترجع تاني هنا بعد ما بقت صفر ترجع هنا تبقى ماينس واحد تاني، ماينس اتنين، ماينس تلاتة. في اوبسرفيشن هنا جميلة جدا. دلوقتي انت الماينس واحد ده التوتال سام عنده كان بكام؟ بماينس تلاتة. طيب والماينس واحد ده التوتال سام بتاعه بكام؟ ماينس تلاتة. معنى ايه ان التوتال سام بتاع الراجل ده بماينس تلاتة وان التوتال سم الراجل بتاع الراجل ده نفس الديفرنس ماينس 3؟ معنى كده ان السب اري دوت لازم يكون مجموعه بصفر. خلاص، يبقى الفكره هنا ايه؟ قائمه على ايه؟ دلوقتي انا هفضل اجمع التوتال سم اللي هو عندي البلسات والماينس واحد دي معايا عند كل رقم. لو في مكانين التوتال سم بتاعهم بنفس القيمه، ده معناه ان لازم السب اري اللي في الاول هيبقى كومن وكان ينفع يتشال ما بينهم. خلاص، وبالتالي الديفرنس هيبقى ايه؟ واحد. خلاص، تاني دلوقتي انا الحد هنا بماينس 3 والحد هنا بماينس 3، فده معناه ان الماينس 3 ده لو اتشال مني انا هبقى بصفر. صح، خلينا اوريها لكم كده بسنس اخر. 1 2 3 4 5 6 7 8 اكيميليت كده الارقام دي، 1 و2 1 3 3 و3 6 و4 10 و5 15. خلاص، دلوقتي المجموع لحد هنا بكام؟ ب 15 صح؟ والمجموع لحد هنا بكام؟ ب 6. ده معناه انك انت لو طرحت ال 15 ماينس ال 6 هتجيب كام؟ هتجيب التسعة اللي هو مجموع الرقمين دول. خلاص، يبقى انا لو طرحت المجموع لحد هنا ناقص المجموع لحد هنا بجيب ايه؟ بجيب المجموع اللي ما بينهم. خلاص، دي قاعدة عامة، خلاص ملهاش علاقة بالبروبلم بتاعتنا. فانا لو طرحت المجموع بتاع الارقام لحد هنا اهو ماينس مجموع الارقام لحد هنا اهو، اللي هيطلع لي هو مجموع الارقام اللي هنا اهو. خلاص، دي كده ايه؟ ده دي حاجة احنا بنسميها بريفكس سم.
خلاص. انا بقى بديك زياده اوبسرفيشن عليها، بقول لك امتى البريفكس سام ده او امتى السام ده هيبقى بصفر. انا بقول لك لو ده مجموعه لحد دلوقتي نفس مجموع الراجل ده، فده معناه انك انت لو شلت مني المجموع ده لازم المجموع ده يكون بصفر. خلاص ندي اوبسرفيشن تانية، قبل الماينس واحد ده خلاص المجموع كان بكام؟ كان بصفر صح. عند الواحد ده المجموع كان بكام؟ برضو بصفر. ده معناه ان انا من اول هنا لحد هنا المجموع لازم يكون بصفر. خلاص فالفكرة قائمة على ايه؟ قائمة على ان احنا عند كل مكان هنجمع مجموع الارقام من الاول لحد عندي كان بكام. اي مكانين ليهم نفس المجموع ده معناه ان الارقام اللي ما بينهم مجموعها بكام، لازم يكون مجموعها بصفر عن طريق انك انت تطرح منهم المجموع اللي كان في البداية. فبدأنا نفكر بقى ازاي نعمل امبلمنتيشن للفكرة الظريفة دي. اول حاجة انت قلت ان الاري هيبقى فيه وحايد وماينس وحايد خلاص. طيب احنا دلوقتي عايزين نسجل الديفرنس عند كل مكان، فدلوقتي من الواضح ان الديفرنس ممكن يكون بالنيجاتيف وممكن يكون بالبوزيتيف. طيب هو اكبر قيمه نيجاتيف هتبقى كام؟ ماينس 1000. لو الاري كله ماينس وحايد ماينس 1000، واكبر قيمه يبقى اصغر قيمه ماينس 1، واكبر قيمه بكام؟ ب 1000. فانا هعمل حركه شيفتنج بسيطه، اي مجموع هضيف عليه 1000 عشان اعمل له شيفت، يبقى من ماينس 1000 ل 1000 لما اضيف عليه 1000 ويتشيفت هيبقى بكام؟ هيبقى من صفر ل 2000. خلاص يبقى احنا بنعمل الشيفت ده علشان احنا عايزين نعلم في الري الديفرنس فاليو كان بكام. خلاص طيب نكمل دلوقتي. الاري ايه ده هنقراه؟ انا هنا عملت اري اسمه الديفرنس، وعايز اقول له يعني احنا عايزين نعرف الديفرنس دوت ظهر عند مين. عايزين نعرف الديفرنس دوت ظهر عند مين قبل كده، يعني اول مكان ظهر فيه الديفرنس. ليه اول مكان؟ علشان دلوقتي لو انا في البوزيشن 100 والديفرنس مع البوزيشن 1 بنفس القيمه، او في البوزيشن 500، احنا عايزين نحتفظ دايما باول مكان ظهر فيه التوتال سام دوت او الديفرنس ما بين الوحيد والاصفار يعني. طيب قبل ما نبدا بروسيسنج الاري ايه القيمه بتاعته؟ السم بتاعته لسه ما بداناش بصفر. فبدانا نعمل ايه؟ نعلم، نقول له ان الديفرنس اللي اسمه صفر وبدانا نشفت ب 1000 هنا ظهر فين؟ في البوزيشن ماينس 1 اللي هو قبل ما الاري يبدا على طول. بنبدا نعدي على الاري، لو القيمه ديت بواحد بنضيفها، لو بماينس واحد بنشيلها. انا مش عارف انا ليه عامل كده، احنا كنا ممكن ايه نضيف على طول ادد على اي اوف اي اني واي. وبدانا نعمل شيفتنج للقيمه دي عشان احنا قلنا انها ممكن توصل لحد ماينس 1000، فلما نضيف عليها اب تو 1000 ايه تتحول لزيرو. بعدين بدانا نقول هل الديفرنس ده ظهر عندنا قبل كده؟ من هنا بتيجي قيمه الاربع ساعات دي، مجرد قيمه عاديه. هل الفرق ده ظهر قبل كده؟ لو ما كانش ظهر قبل كده يبقى ده اول مره الفرق ده يظهر. فببدا اقول له ان يا اري ديفرنس الديفرنس ده ظهر قبل كده اول مره في المكان اللي اسمه كذا. خلاص يبقى اول، افرض مثلا الديفرنس دلوقتي بماينس 3 وضفنا عليها 1000، فبقول له اول مره حاجه بالديفرنس بتاعها يبقى ماينس 3 في المكان ده. طب افرض لا، ده الديفرنس ده جه قبل كده اهوت. استنى بقى، كون ان الديفرنس ده جه قبل كده اهو، ولنفرض ان هو جه في البوزيشن 5 وانا في البوزيشن 20، ده معناه ان الارقام اللي من بعد 5 لحد 20 مجموعها صفر. فبدات اقول ان سب اري اللي من عند البوزيشن بتاعي ده لحد اول مكان ظهر فيه الديفرنس ده يصلح ان هو يكون سب اري. وهكذا تمشي بقى طول الاري، يا اما ان الديفرنس ده ما ظهرش قبل كده فبنحطه في الاري، يا اما ان الديفرنس ده ظهر قبل كده فاحنا معانا اول مكان ظهر فيه الديفرنس ده من اول مكان لحد عندي بايه؟ لازم هيكون بصفر. فطول ما احنا ماشيين عمالين نحاول نمنتين الايه؟ التوتال، يعني اكبر ويندو ظهرت لحد كده. بس والحل ده من التركات الظريفه، انك انت المسائل اللي هي ليها علاقه بالويندو، ويندو يعني بدايه ونهايه. خلاص فاحنا شفنا الحل بتاع ان انا افكر في بدايه ونهايه واقعد احسب زي ما شفنا الحل الاولاني والتاني، بينما في الحل التاني بدا يفكر في ايه؟ انا عايز اخزن معلومه عن الاري من الاول لحد عندي واشوف ازاي ممكن استفاد بحاجه كده. طبعا المساله دي الحل بتاعها صعب، وفي ناس كتيره شاطره ممكن ما تعرفش تجيب لوحدها، فزي ما قلنا الهوم وركس بعضها هيكون صعب، فما فيش مشاكل في حاجه زي كده. علمكم الله ما ينفعكم ونفعكم بما تعلمتم وزادكم علما، وافتكرونا بدعوكم. سلام عليكم.